بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين قلنا في الدرس السابق إن العاقد لو جمع في متن العقد بين المتنافيين كما لو قصد المعاملة لغيره ولكنه أضاف ما في الذمة إلى نفسه فأضاف المعاملة أو قصد كونها لغيره لكنه أضاف ما في الذمة إلى نفسه كما لو قال اشتريت هذا الكتاب لزيد بدينار في ذمتي أو بالعكس ما لو أضاف المعاملة إلى نفسه ولكنه أضاف ما في الذمة إلى غيره فقال اشتريت هذا الكتاب لنفسي بدينار في ذمة زيد فجمع هنا بين المتنافيين لأنه أضاف المعاملة إلى شخص وأضاف ما في الذمة إلى شخص آخر فهل هكذا معاملة تقع صحيحة أم تقع باطلة؟ الجواب نتكلم بناء على الفرضين. الفرض الأول أن يضيف المعاملة إلى غيره ويضيف ما في الذمة إلى نفسه فيقول اشتريت هذا الكتاب لزيد بدينار في ذمتي. وفي هذا الفرض يوجد احتمالان. الاحتمال الأول القول بالبطلان، وذلك لأن قوله اشتريت هذا الكتاب لزيد بدينار في ذمتي هو كشرائه لغيره شيئا لكن لا في الذمة وإنما بدينار شخصي خارجي يمتلكه كما لو قال اشتريت هذا الكتاب لزيد بهذا الدينار المملوك لي فيشتري بديناره كتابا لزيد وهذا باطل لأنه خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية فكيف يدخل الكتاب في ملك زيد مع أن الدينار خرج من ملك العاقد؟ المثمن إنما يدخل في كيس من خرج منه الثمن. هكذا في محل كلامنا، كيف يدخل الكتاب في ملك زيد مع أن الثمن وهو الدينار يستقر في ذمة العاقد؟ هذا خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية، ولهذا نقول بالبطلان. هذا هو الاحتمال الأول، ولكن البعض أشكل على الشيخ الأنصاري رحمه الله فقال البطلان هاهنا ليس مجرد احتمال
بل هو المتعين، لا بد أن نقطع بالبطلان، لأنه إذا كان خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية فهذه المعاوضة شكلية صورية فهي باطلة جزماً، لأنه ذكر المتنافيين، وهذا التنافي ثبوتي وليس فقط في مجرد الكلام، ولهذا لابد أن نجزم بالبطلان. المهم يقول هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن نقول بأن هذه المعاملة صحيحة ولكنها إذا كانت صحيحة فلمن تقع؟ هل تقع لزيد الذي قصد شراء الكتاب له، أو تقع للعاقد الذي قصد كون الثمن في ذمته؟ الجواب: العاقد هاهنا ذكر قيدين متنافيين. القيد الأول هو قوله: اشتريت هذا الكتاب لزيد. القيد الثاني هو قوله: بدينار في ذمتي. وهذان القيدان متنافيان، لا بد أن نرفع اليد عن أحدهما. فإما أن نحافظ على القيد الأول ونرفع اليد عن القيد الثاني، وهذا معناه أن المعاملة تقع لزيد. اشتريت هذا الكتاب لزيد، نحافظ على هذا القيد الأول، فالمعاوضة صحيحة وتقع لزيد، لكن الثمن لا يكون في ذمة العاقد وإنما يكون في ذمة زيد، لأن هذا هو مقتضى قانون المعاوضة الحقيقية. فنحافظ على القيد الأول ونلغي قوله بدينار في ذمتي، لا، راح يصير بدينار في ذمتي زيد. وإما أن نلغي القيد الأول ونحافظ على القيد الثاني فنلغي قوله لزيد ونحافظ على قوله بدينار في ذمتي، فتقع المعاملة حينئذ لنفس العاقد والدينار في ذمة نفس العاقد. فالمعاملة صحيحة، لكن إما أن تقع لزيد إذا ألغينا القيد الثاني، وإما أن تقع لنفس العاقد إذا ألغينا القيد الأول. قال: فلو جمع العاقد بين المتنافيين في عقده، ما هما المتنافيان؟ نفس المعاملة والكل في الذمة، فأضاف المعاملة إلى شخص وأضاف ما في الذمة إلى شخص آخر، فقلنا يوجد فرضان بأن قال: هذا الفرض الأول، اشتريت هذا لفلان، يعني لزيد، أضاف المعاملة والشراء إلى زيد، بدرهم في ذمتي، فأضاف ما في الذمة إلى نفسه، هذا الفرض الأول. والفرض الثاني: أو اشتريت هذا الكتاب لنفسي، لكن بماذا؟ بدرهم في ذمة زيد، في ذمة فلان، هذا الفرض الثاني. أما الفرض الأول ففي الأول، هاي ففي الأول جواب الشرط، قوله: فلو جمع،
ففي الأول وهو قوله اشتريت هذا الكتاب لزيد بدينار في ذمتي يوجد احتمالان. الاحتمال الأول يحتمل البطلان. لماذا؟ لأن شراءه لزيد بدينار في ذمته هو في حكم شراء شيء كالكتاب للغير يعني لزيد، لكن مو بكلي في ذمته وإنما بعين ماله الشخصي. فكما أن شراء شيء للغير بعين ماله الشخصي باطل لأنه على خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية، هكذا شراء شيء لغيره بكلي في ذمته أيضا باطل لأنه خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ويحتمل القول بالصحة، لكننا إذا قلنا بالصحة لا بد أن نلغي أحد القيدين المتنافيين، فإذا ألغينا القيد الثاني وقعت المعاملة لزيد، وإذا ألغينا القيد الأول وقعت المعاملة للعاقل. ويحتمل إلغاء أحد القيدين وتصحيح المعاملة. زين، تصحيح المعاملة لمن؟ لنفسه. إذا ألغينا يا قيد، إذا ألغينا القيد الأول وحافظنا على القيد الثاني فتقع المعاملة لمن؟ لنفسه، يعني لنفس العاقد. أو تقع للغير إذا ألغينا القيد الثاني وحافظنا على القيد الأول. هذا هو الفرض الأول. أما الفرض الثاني اللي هو شنو الفرض الثاني؟ ما لو أضاف المعاملة إلى نفسه وما في الذمة إلى غيره، فقال اشتريت هذا الكتاب لنفسي بدينار في ذمة زيد، فهنا هل المعاملة صحيحة أم باطلة؟ المصنف رحمه الله هنا لا يحتمل البطلان كما احتمل البطلان في الفرض الأول، هنا فقط وفقط يفترض ويحتمل الصحة. ولكن إذا كانت هذه المعاملة صحيحة فلمن تقع؟ للعاقد، أو تقع لزيد الذي قصد كون الثمن في ذمته؟ احتمالان. الاحتمال الأول أن نقول بصحة هذه المعاملة ووقوعها لزيد فيما إذا أجاز زيد هذه المعاملة فيدخل هذا الفرض الثاني في المسألة الثالثة من مسائل عقد الفضول التي تكلمنا فيها عن بيع أو شراء مال الغير، يعني أن يبيع الفضول مال غيره أو يشتري بمال غيره عن نفسه، فيقصد الشراء عن نفسه لكنه بمال الغير. هنا كذلك قال اشتريت هذا الكتاب لنفسي لكن بثمن في ذمة زيد، فاشترى بمال زيد الذي هو الكل في الذمة، اشترى به شيئا لنفسه وهو الكتاب، فهذا فضولي من المسألة الثالثة. فيأتي الخلاف المتقدم حيث ذهب البعض إلى القول بالبطلان، ولكن المشهور قالوا بصحة هذه المعاملة
ولكنها لا تقع للعاقد الفضولي، وإنما تقع للمالك الأصلي للثمن وهو زيد إذا أجاز المعاملة، فتقع لزيد إذا أجاز المعاملة، لكن بشرط، بشرط. يعني متى تقع لذلك المجيز لزيد؟ إذا بنى العاقد على كونه مالكا لما في ذمة الغير، وإلا لو لم يبني على كونه مالكا لما في ذمة الغير لما أمكنه قصد المعاوضة الحقيقية كما قلنا سابقا. لكن سابقا قلنا أن يبني على كونه مالكا إما عدوانا فيما لو كان غاصبا وإما اعتقادا. هنا نقول فقط وفقط اعتقادا، ما نقول إما عدوانا وإما اعتقادا. لماذا؟ لأننا نتكلم ها هنا عن مال الغير وهو الثمن لا كعين شخصية، وإنما في ذمة زيد. اشتريت هذا الكتاب لنفسي بدينار في ذمة زيد، وما في ذمة زيد لا يمكن أن نتصور فيه الغصبية، أن يكون العاقد غاصبا لما في ذمة زيد، لأن ما في الذمة أمر كلي وليس أمرا خارجيا حتى يقع عليه الغصب. إذن لا يبقى لدينا إلا اعتقاد المالكية بنحو الجهل المركب، كما لو كان العاقد يعتقد اعتقادا خاطئا بأنه مالك لما في ذمة زيد، فهنا يصير قضية اعتقادية وليست قضية عدوانية. الاحتمال الثاني أن نقول بأن المعاملة صحيحة وتقع للعاقد، تقع علما للعاقد الذي قال اشتريت هذا الكتاب لنفسي بدينار في ذمة زيد. وإذا وقعت للعاقد، إذا وقعت للعاقد فالثمن يستقر في ذمته وليس في ذمة زيد، إذ كيف يدخل الكتاب في ملك العاقد مع أن الثمن يدخل في ملك زيد؟ هذا خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. قال وفي الثاني، يعني شنو وفي الثاني؟ وفي الفرض الثاني، وهو ما لو أضاف المعاملة والشراء إلى نفسه فقال اشتريت هذا الكتاب لنفسي لكنه أضاف ما في الذمة إلى زيد، قال بدينار في ذمة زيد، فهنا لا نحتمل البطلان وإنما نقول بالصحة. لكن الصحة لمن؟ فيه احتمالان، يحتمل كون هذا الشراء من قبيل شراء العاقد لنفسه بعين مال الغير المتشخص في الخارج الذي قلنا هو داخل في المسألة الثالثة، فشراء شيء لنفسه بثمن كلي في ذمة الغير حاله حال شراء شيء لنفسه بمال الغير الذي هو ليس في الذمة وإنما هو عين خارجية، كلاهما يدخل في المسألة الثالثة. يحتمل كونه من قبيل كونه، يعني هذا الشراء بثمن في ذمة زيد هو من قبيل شرائه لنفسه بعين مال زيد وليس في ذمة زيد، يعني بهذا الدينار المملوك لزيد. زين، فماذا نقول؟ هل هو صحيح أو لا؟ نعم صحيح، لكن لمن يقع؟ فيقع هذا الشراء للغير وهو مالك الثمن وهو زيد، لكن بعد إجازته،
لأنه دخل في بحث الفضول، فإن أجاز وقع العقد له، إن رد بطل العقد. ولهذا قال فيقع للغير بعد إجازته، فيقع هذا الشراء للغير وهو زيد مالك الثمن بعد إجازته إذا أجاز المعاملة. ومقامنا من هذا القبيل، هذا قلنا في المسألة الثالثة، ومقامنا من هذا القبيل يعني تقع المعاملة لصاحب الذمة الذي قلنا بدينار في ذمته وهو زيد، لكن بشرط، لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير، يعني بناء العاقد على كونه مالكا لما في ذمة الغير، وإلا لو لم يبني على كونه مالكا لما في ذمة الغير، أي لو لم يبني على كونه مالكا للثمن، فالمعاوضة حينئذ لا تكون معاوضة حقيقية. شلون اشتريت لنفسي بدينار في ذمة الغير دون أن أبني على امتلاك ذاك الدينار؟ هذا لا يتناسب مع المعاوضة الحقيقية. ولهذا إذا أردنا القول بالصحة فنشترط شرطين، الشرط الأول إجازة ذلك الغير، الشرط الثاني بناء العاقد على كونه مالكا. لكن ما نقول بناء العاقد على كونه مالكا إما عدوانا وإما اعتقادا، لا، فقط وفقط شو نقول؟ اعتقادا. لماذا؟ لأنه ما دام الكلام عن الثمن الذي هو كلي في ذمة الغير فهذا غير قابل للغصبية حتى يبني الغاصب على امتلاكه عدوانا، أصلا غصبية ما متوقعة ما متصورة هنا، إذن لا يبقى لدينا إلا البناء على المالكية اعتقادا. طبعا العبارة يراد لها شوية ترتيب في الصياغة لأن لغويا ما مرتبة جدا، لكن بعد تصحيح المعاوضة بالبناء على التملك في ذمة الغير، مو التملك في ذمة الغير، التملك لما في ذمة الغير، التملك لما في ذمة الغير اعتقادا، هاي اعتقادا قيد للتملك، يعني بناه أو بالبناء، البناء على كونه مالكا لما في ذمة الغير اعتقادا وبنحو الجهل المركب كما تقدم سابقا. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني ويحتمل الصحة، لكن الصحة لمن؟ هو الأول هم يحتمل الصحة، الأول الاحتمال الأول يحتمل الصحة لذلك الغير، الاحتمال الثاني يحتمل الصحة لمن؟ لنفس العاقد. ويحتمل الصحة لنفس العاقد، لماذا؟ لأنه في البداية ذكر القيد الأول فقال اشتريت هذا الكتاب لنفسي، اشتريت هذا الكتاب لنفسي، فأضاف المعاملة إلى نفسه بشكل صريح، فنلتزم بهذا ونلغي ما ينافيه، أي نلغي القيد الثاني وهو كونه بدينار في ذمة زيد، لا راح يصير بدينار في ذمة العاقد، بإلغاء يعني بسبب إلغاء قيد ذمة الغير اللي هو يا قيد القيد الثاني اشتريت هذا الكتاب لنفسي بدينار في ذمة زيد، فنلغي القيد الثاني وهو بدينار في ذمة زيد. لماذا؟ لأن تقييد الشراء أولا، هذا هو القيد الأول، لأن تقييد الشراء أولا بكونه لنفسه اشتريت هذا الكتاب لنفسي، هذا القيد الأول يوجب إلغاء ما ينافيه وهو القيد الثاني، اللي هو ما هو القيد الثاني؟ من
هاي من بيان للقيد الثاني ما ينافي القيد الأول من إضافة الذمة إلى الغير حينما قال بدينار في ذمة زيد. هذا القيد نلغيه فيبقى القيد الأول اشتريت الكتابة لنفسي بدينار راح يكون شنو أيضا في ذمته وليس في ذمة الغير. والمسألة تحتاج إلى تأمل بسبب هذه التفاصيل والاحتمالات. ثم إنه باعتبار أن كلامنا فيما لو كان كليا في الذمة وأن هذا الكلي في الذمة كيف يضاف لمن يضاف معاملة صحيحة باطلة، ينقل عبارة للعلامة رحمه الله ترتبط بهذا الكلام فيقول، نقرأ العبارة ونشرحها. قال ثم إنه قال العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة لو اشترى فضوليا، إذن كلامنا مو في البيع، كلامنا كلام العلامة في الشراء، كما لو اشترى طنا من الحنطة لزيد فضولا لأن زيدا لم يوكله ولم يأذن له بشراء هذه الحنطة فهو ليس وليا ولا وكيلا ولا وصيا ولا غير ذلك، فهو فضولي. لو اشترى شراء فضوليا أو اشترى فضوليا فهناك فرضان، الفرض الأول أن يشتري هذه الحنطة لزيد بثمن، لكن بثمن شخصي خارجي مملوك لزيد، يعني أكو أموال لزيد، دنانير لزيد، شال هاي الدنانير وذهب واشترى بها حنطة لزيد فضولا، فاشترى الحنطة بثمن هو عين شخصية مملوكة لزيد وليس كليا في الذمة، هذا الفرض الأول. فإن كان الشراء بعين مال الغير، يعني شنو بعين مال الغير؟ يعني المال الثمن هو عين شخصية مملوكة للغير وهو زيد. طبعا هنا العلامة بعد ما فصل قال الشراء هنا ماذا قصد به؟ المشتري هل قصد الحنطة شراء الحنطة لنفسه أو قصد شراء الحنطة للغير؟ هنا ما فصل العلامة وإنما قال حصل الشراء بمال الغير. فإن كان بعين مال الغير، طبعا فإن قصد الشراء للغير دخل في المسألة الأولى والمسألة الثانية المن للفضول، وإن قصد الشراء لنفسه بمال الغير دخل في المسألة الثالثة. وعلى كل حال فيأتي الخلاف المتقدم، لدينا قولان، قول بالبطلان وقول بالصحة، فالخلاف يعني فيأتي الخلاف في البطلان رأسا كما ذهب إليه جمع كفخر المحققين وغيره واستدلوا عليه بخمسة وجوه أبطلناها كلها. و هي عطف على البطلان، الخلاف في البطلان والصحة لكن الموقوف على الإجازة والوقف على الإجازة. فإن أجاز ذلك الغير المالك للثمن وقعت المعاملة له مع إجازته، أما إذا لم يجز فالمعاملة باطلة. وقد اختار المشهور ومنهم الشيخ الأنصاري رحمه الله القول بالصحة مع الإجازة، فإن أجاز وقعت المعاملة صحيحة وإن لم يجز وقعت المعاملة باطلة. إلا أن أبا حنيفة قال يقع للمشتري، من هو المشتري؟ الفضولي مو الغير، الغير فما اشترى، الذي اشترى هو المشتري
فضولي. يقول يقع هذا العقد للمشتري بكل حال، الصحيح على كل حال، يقع هذا للمشتري على كل حال. يعني شنو على كل حال؟ سواء أجاز ذلك الغير وهو مالك الثمن المعاملة أو لم يجزها، فعلى كل حال يقع للعاقد. هذا ما قاله أبو حنيفة. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، وإن كان الشراء في الذمة لغيره، هذا الفرض الثاني، يعني الشراء لم يكن بثمن هو عين شخصية خارجية، وإنما كان الشراء بثمن هو كلي في الذمة. لكن كلي في الذمة، ذمة من؟ ذمة العاقد لو ذمة الغير؟ عبارة المصنف، عبارة العلامة الحلي رحمه الله هنا غامضة، ولهذا توجد في هذه العبارة ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون المراد من كون الثمن في الذمة، يعني كونه في ذمة العاقد، فاشترى العاقد الحنطة لزيد بألف دينار في ذمته، ذمة من؟ المشتري العاقد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن الذمة هي ذمة الغير، زيد اشترى الحنطة لزيدين بألف دينار في ذمة زيد. الاحتمال الثالث أن تكون الذمة هاهنا مطلقة، أي اشترى الحنطة لزيد بألف دينار في الذمة، ولم يقيد بكونه للعاقد في ذمة العاقد أو كونه في ذمة زيد. هذه ثلاثة احتمالات، لكن المصنف رحمه الله فهم من عبارة العلامة الاحتمال الأول، وهو كون الذمة يا ذمة ذمة العاقد الفضولي وليس ذمة الغير الذي قصد وقوع المعاملة له، فاشترى الحنطة لزيدين بألف دينار في ذمته هو، أي ذمة العاقد الفضولي. نعم، هو لم يصرح بذلك باللفظ، هو أطلق العبارة، قال اشتريت هذه الحنطة بألف دينار في الذمة وسكت، لكنه قصد كون الذمة هي ذمته، يعني في ذمتي. وقلنا إن تعيين ما في الذمة إما أن يكون باللفظ وإما أن يكون بالقصد، القصد يكفي. فالعلامة يقول لو عينه بالقصد ولم يعينه باللفظ، قال وإن كان الشراء بثمن، انت ضيف كلمة بثمن، في الذمة، ذمة من؟ حسب ما فهم المصنف في ذمة نفس العاقد. وإن كان الشراء بثمن في ذمة العاقد، لكن الشراء لمن؟ لغير العاقد، أي لزيد، فاشترى لزيد طنا من الحنطة بألف دينار في ذمة العاقد، وأطلق اللفظ. يعني شنو أطلق اللفظ؟ أي لم يضف الذمة لفظا إلى نفسه أو إلى زيد، وإنما قصد ذلك، قصد كونها لمن؟ لنفسه، في ذمة نفسه. قال علماؤنا، العلامة من يعبر قال علماؤنا، يظهر من هذه العبارة دعوة الإجماع. قال علماؤنا يقف على الإجازة، إجازة من؟ إجازة الغير وهو زيد، فإن أجاز المقصود بالشراء وهو ذلك الغير وهو زيد صح العقد والشراء ووقع لذلك الغير وهو زيد.
زين إذا صحت المعاملة لزيد ودخلت الحنطة في ملك زيد فالثمن يكون في ذمة العاقد لو في ذمة زيد يكون في ذمة زيد ولزمه لزم من؟ المجيز وهو ذلك الغير وهو زيد ولزمه أداء الثمن لأن الثمن يدخل في ذمته لأنه امتلك المثمن زين هذا إذا أجاز وإن رد من الذي رد رد ذلك الغير الذي قصد وقوع الشراء له وهو زيدون رد المعاملة الفضولية زين فإذا رد المعاملة الفضولية احنا شو تقدم قلنا أنه مع الإجازة تصح المعاملة مع الرد تقع باطلة لكن هنا العلامة قال لا ما تقع باطلة وإن رد ذلك الغير المعاملة وهو زيد نفذ أي صح العقد عن المباشر وهو العاقد الفضولي فحتى لو رد لا نقول بأن المعاملة باطلة وإنما المعاملة صحيحة وتقع للعاقد الفضولي إذن إن أجاز وقعت المعاملة لمن؟ لذلك الغير أما إذا لم يجز ورد المعاملة وقعت المعاملة للعاقد الفضولي وبه يعني شنو به بهذا القول يا قول وهو وقوع العقد للعاقد الفضولي إذا رد ذلك الغير المعاملة ولم يجزها وبه قال الشافعي محمد ابن إدريس الشافعي في القديم الشافعي كان في العراق ثم انتقل إلى المدينة فآراؤه التي تبناها وهو في العراق يعبرون عنه القول القديم للشافعي أما آراؤه التي يتبناها وهو في بعد أن ذهب إلى المدينة المنورة فيعبر عنه بالقول الجديد وبه قال الشافعي في القديم أي في قوله القديم الذي اختاره حينما كان في العراق طبعا مو المدينة انتقل إلى مصر فالقديم حينما كان في بغداد والجديد حينما ذهب إلى مصر وليس المدينة المنورة زين وهذا وأيضا قال به أحمد ابن حنبل إن قلت كيف حكمتم بالصحة هنا ووقوع العقد للفضولي ولم تقولوا بالبطلان في حالة الرد في حالة رد المعاملة من ذلك الغير لماذا لم تقولوا بالبطلان وإنما قلتم بالصحة ووقوعها علما للعاقد الفضولي الجواب لأن الفضولي هاهنا لم يتصرف في مال الغير لأنه لم يشتري بالعين الشخصية المملوكة للغير وإنما اشترى بما في ذمة الغير قال اشتريت هذا الكتاب لنفسي بدينار في ذمة الغير أو اشترى طنا من الحنطة للغير محل كلامه اشترى طنا من الحنطة للغير بماذا اشترى بما في ذمة الغير وما في الذمة يمكن أن يتصرف فيه أو لا يمكن ما في ذمة الغير لا يمكن أن يتصرف فيه فإذن هو لم يتصرف في مال الغير وإنما هذا شيء في الذمة والشيء في الذمة لا يتصرف فيه ولهذا نقول بناء على الاحتمال الأول في عبارة العلامة احنا عبارة العلامة قلنا في ذمته كم احتمال على الاحتمال الأول ما هو في ذمة العاقد في ذمة العاقد خلينا نعيد صياغة العبارة هو اشترى بذمة العاقد
اشترى طنا من الحنطة لزيد بألف دينار في ذمة العاقد. هذا هو الاحتمال الأول الذي قلنا يختاره المصنف، فهمه المصنف من كلام العلامة. زين، إذا اشترى طنا من الحنطة بألف دينار في ذمته، فهل تصرف في شيء يعود لزيد أو لم يتصرف في شيء يعود لزيد؟ لا الحنطة هي لزيد ولا الثمن الذي هو في الذمة في ذمة زيد، وإنما هو في ذمة نفسه. فرد زيد لا قيمة له، فلماذا يترتب عليه البطلان؟ كلا، لا يترتب عليه البطلان، لأن العاقد لم يتصرف في شيء يعود إلى زيد، وإنما تصرف بما في ذمته هو. وإنما هذا جواب لإشكال مقدر، لماذا لا تقولون بالبطلان في حالة الرد وإنما قلتم بصحته للعاقد الفضولي؟ الجواب، وإنما يصح الشراء للعاقد الفضولي في حالة الرد، لأنه الضمير لمن يرجع؟ لأن العاقد الفضولي تصرف في ذمته، يعني في ذمة نفسه، قال في ذمتي، هذا على الاحتمال الأول اللي اختار المصنف، لا في مال غيره وهو زيد. فزيد إذا رد لا قيمة لرده ولا يؤدي إلى بطلان المعاملة، بل المعاملة تقع صحيحة. بعد ما صير فضولية المعاملة، بعد عقد يقع لنفس العاقد. زين، إن قلت إذا كان الأمر كذلك فلماذا يحتاج إلى إجازة الغير؟ فلماذا تقولون إن أجاز الغير وقعت المعاملة للغير، وإن رد وقعت المعاملة للفضولي؟ الجواب، وذلك لأن المشتري ماذا قصد بعملية الشراء؟ وقوح لنفسه لو وقوح لمن؟ للغير. قصد وقوح للغير، فإذا قصد وقوعها للغير فلا بد أن نسأل الغير وهو زيد، هل تجيز هذه المعاملة أو لا تجيزها؟ ولهذا نحتاج إلى إجازته، فإن أجاز وقعت المعاملة له، أما إذا رد وقعت المعاملة لنفس العاقد. قال، وإنما، هذا جواب لإشكال مقدر آخر، إذا كانت المعاملة تقع للعاقد وهو لم يتصرف في مال الغير وإنما تصرف في ذمة نفسه، فلماذا نحتاج إلى إجازة الغير؟ الجواب، وإنما وقف الشراء على الإجازة، أي إجازة الغير وهو زيد، لأنه عقد الشراء له، يعني حينما أجري العقد قصد أن هذا الشراء لمن؟ لزيد للغير. فإن أجازه ذلك الغير وهو زيد لزمه، أي لزمه الشراء ودخل الثمن في ذمته ويلغو في ذمة زيد، ويلغو اعتبار العاقد كون الثمن في ذمته هو، ما دامت المعاملة تقع لزيد فالثمن يكون في ذمة زيد لأنه عقد الشراء له لذلك الغير. فإن أجازه لزمه، أي ذلك الغير، وإن رده، يعني وإن رد هذا الشراء ذلك الغير، فلا نقول بالبطلان، وإنما لزم هذا الشراء من اشتراه وهو العاقد. لماذا لزم من اشتراه؟ لأنه لم يتصرف بشيء في ذمة زيد، وإنما تصرف ما في ذمته، أضاف الذمة إلى نفسه فتقع المعاملة له. زين، وفي حالة الرد ووقوع المعاملة للعاقد لا نفرق بين كون هذا الفضولي بعد المعاملة هو اشترى في الذمة، لكن بعد أن اشترى في الذمة
تارة يأخذ المال المملوك لزيد ويسدد به، وأخرى يسدد من ماله، وتارة أصلا لا يسدد شيئا. على كل حال إذا رد ذلك الغير المعاملة المنطقة للعاقد، لأن التسديد هذا تصرف آخر، والتصرف الآخر لا علاقة له بأصل المعاملة ما دامت المعاملة وقعت على الكل في الذمة. ولهذا يقول ولا فرق، أي لا يضر بصحة المعاملة ووقوعها للعاقد في حالة الرد بين أن ينقد، أي أن يدفع الثمن والنقود، بين أن ينقد الفضولي من مال الغير، يعني يدفع الثمن من مال من؟ من مال زيد. ودفعه الثمن من مال زيد لا يعني أن المعاملة وقعت على العين الشخصية، لا، المعاملة وقعت كلي في الذمة، لكنه بعد ذلك تصرف تصرفا آخر وأخذ المال من زيد وسدد البائع. هذا التصرف لا علاقة له بوقوع المعاملة لنفس العاقد الفضولي. ولا فرق بين أن ينقد الفضولي من مال الغير ويدفع الثمن إلى البائع من مال الغير، أو لا من ماله، أو أصل لم يدفع. على كل حال المعاملة تقع له والثمن يكون في ذمته. وقال أبو حنيفة يقع الشراء عن المباشر وهو العاقد الفضولي، وهو هذا القول جديد للشافعي، يعني قول جديد للشافعي حينما كان في مصر. انتهى كلام العلامة رحمه الله. المصنف يعلق على كلام العلامة بتعليق نقرأ بدايته والتتمة تأتي إن شاء الله تعالى. قال وظاهره، ظاهر كلام العلامة رحمه الله، الاتفاق، يعني إجماع علمائنا. هاي منين اتهمناها؟ حينما قال علماؤنا وظاهره الاتفاق على وقوع الشراء. لمن وقوع الشراء؟ للعاقد الفضولي إذا رد ذلك الغير المعاملة، على وقوع الشراء مع الرد وقوع الشراء للمشتري. زين، يقع للمشتري واقعا لو ظاهرا؟ يقول واقعا. طبعا شنو الثمرة المترتبة على القول بوقوعه واقعا أو ظاهرا؟ ستأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وقوع الشراء مع الرد للمشتري واقعا. المشتري من هو؟ الفضولي المباشر. كلمة واقعا تتعلق بوقوع، وقوع الشراء واقعا للمشتري. هاي شلون فهمناها واقعا؟ يقول كما يشعر به، أي الوقوع واقعا للمشتري. تعليل العلامة بقوله لأنه تصرف في ذمته لا في مال الغير. ومن الواضح أن الشخص إذا تصرف في ذمته واشترى شيئا بثمن في ذمته فذلك الشيء يدخل في ملكه واقعا، لأن هذا هو مقتضى المعاوضة الحقيقية، لأن الثمن إذا كان في ذمته فالمثمن يدخل في ملكه واقعا. لكن أشرنا سابقا، هذا إشكال المصنف على الظاهر من كلام العلامة. الظاهر من كلام العلامة وقوع الشراء للمشتري واقعا. المشتري يقول لكن أشر، عفوا المصنف يقول لكن أشرنا سابقا إجمالا إلى أن هذا الوقوع ليس واقعا، وإنما يكون ظاهرا في حالة الاختلاف. أما في حالة عدم الاختلاف لابد أن نقول بالبطلان، لأنه خلاف مقتضى المعاوضة الحقيقية. وسيأتي تفصيل المطلب إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.